الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، هذا المجلس الثالث عشر أو الثالث عشر من مجالس قراءة مختصر تفسير القرآن الكريم الذي بعد المئة، بعد المئة، الذي تم صنفه جماعة من علماء التفسير المعاصر بإشراف مركز تفسير للقرآن للدراسات القرآنية. وانتهينا إلى سورة الشمس. سورة الشمس مكية، أي أنها نزلت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة، من مكة إلى المدينة. المقاصد من مقاصد السورة تركز على إظهار آيات الله وآلائه في الآفاق والأنفس وحولها، تزكية للنفوس وزجرا عن الإعصيان. هذا المقصد أو من المقاصد التي تتكلم عليه السورة. وماذا نتركز على؟ أن تظهر الآيات، الدلائل، البينات، البراهين، الحجج ونعم الله تعالى في الآفاق، أي في الفلاة والأرض والسماء والبحار والأنهار، وحتى في الأنفس وفي أحوالها، حتى تتطهر النفس وتتزكى وتنزجر وتبتعد عن العصيان. نعم، وعندك التأكيد بأطول قسم في القرآن على تعظيم تزكية النفس بالطاعات وخسارة اجتناب المعاصي. التأكيد بأطول قسم، أطول قسم في القرآن هو هذا. أقسم الله جل وعلا في السورة بأحد عشر أمرا سيأتي ذكرها. أطول قسم في تفسير القسم على تعظيم تزكية النفس، على أن تزكية النفس أمر عظيم، تزكيتها تطهيرها صفاؤها، وتدسيتها أيضا أمر عظيم، وتدسيتها تسفيلها وزجها في الأمور غير الطيبة. هذه الأمور الأحد عشر التي أقسم الله عز وجل بها في هذه السورة، والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها. فهذا أحد عشر قسم. نبدأ في التفسير، اقرأ. التفسير، بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: والشمس وضحاها، أي أقسم الله بالشمس وأقسم بوقت ارتفاعها بعد طلوعها من مشرقها. وقت الضحى، ويدخل وقت الضحى بعد طلوع الشمس قدر رمح، طلوع الشمس قدر رمح عشر دقائق فزيادة، عشر دقائق فزيادة. فعندنا اليوم فيه الليل والنهار، النهار بدايته من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، والليل بدايته من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. وأول طلوع الفجر هو الفجر، وبدايته هو الغلس، وبداية انتشار الضوء هو الإسفار، هو الإسفار، وطلوع الشمس هو طلوعها، الإشراق، وطلوع الشمس طلوعها الإشراق، وبعدها بربع بعشر دقائق تقريبا هو الضحى، هو أول الضحى، هو أول الضحى، وبعده وهو الغدو، يدخل فيه الغدو، وبعده الإصباح، وإلى نهاية
الضحى فيأتي ماذا؟ منتصف النهار وهو قبيل الزوال، ثم يأتي الزوال، وبعد الزوال يأتي الفيء، وهذا بداية المساء لغة، وهو الظهيرة، وهو كله وقت الظهيرة إلى بداية المساء إلى ما يجد الأصيل، وبعده العشي، وكله مساء، ثم غروب الشمس أوله غروب الشمس، وبعده يأتي الليل أوله ووسطه وآخره، آخره هو السحر، وأوله هو الليل ووسطه وسطه ومنتصفه. نعم، وله تسميات في اللغة. والضحى فيها فضل عظيم في الصلاة، المحافظة على صلاة الضحى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه من حافظ على أربع ركعات أول النهار حفظه الله تعالى، وكان في حفظ الله جل وعلا. فقيل أربع ركعات من أول النهار صلاة الفجر والصبح وقتها في وقتها، وقيل هي الأربع من الضحى، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها في السفر والحضر، صلاها عليه الصلاة والسلام ركعتين، وصلاها يوم الفتح فتح مكة ثمان ركعات، وهي مشروعة ينبغي المحافظة عليها والمداومة، أقلها ركعتين وأكثرها ثمان ركعات، وقيل ثنتي عشرة ركعة، اثنتا عشرة ركعة، وقيل ما شاء لحديث عائشة صلى النبي صلى الله عليه وسلم الضحى ركعتين، أو صلاة الضحى ركعتين بالقمر إذا تبع أثرها بعد غروبها. نعم. قوله تعالى والنهار إذا جلاها أي وأقسم بالنهار. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره يطلبه، هذا يطلب ذا، الليل يطلب النهار والنهار يطلب الليل، وانتهى الدور إلى قدر منيح حالك منيح ولا ذاته، وهو ماشي ها الليل، هذا الليل سيطلب النهار ورمشت عين طلع النهار، وإذا طلع النهار طلبه الليل، وإذا جاء الليل طلبه النهار، وهكذا، فأنت بين ليل ونهار. نعم. قال تعالى والسماء وما بناها أي وأقسم بالسماء وأقسم ببنائها المتقن. وما بناها وما بناها، طيب أقسم بالسماء، طيب وما بناها، هي إضافة مضافة إلى المفعول ولا إلى الفاعل؟ وما الاسم موصول بمعنى الذي، بناها أي وبانيها أو وبناءها، كل محتمل. هنا قال وبناءها، أقسم بالسماء وأقسم ببنائها المتقن، واضح؟ أقسم والسماء وما بناها أي وبناءها وبنائها وبنائها، ما الموصولية هنا، هنا ما موصولية، لكن ما الموصولية هنا، تنبيه، هل هي ما الموصولية اللي هي الاسم الموصول ولا الحرف، هل هي الاسم ولا الحرف؟ إذا قلنا هي الاسم هي بمعنى الذي، والذي بناها، إذن أقسم بالسماء وأقسم ببانيها ببانيها، وإذا قلنا ما موصولة حرف موصول، موصول حرفي وليس اسميا، واضح؟ لأن ما موصول اسمي وموصول حرفي، فهذا وما بناها أي وبنائها، فيكون أقسم بالبناء، وهذا الذي رجحوه هنا، والذي رجحوه هنا. الله والله خلقكم وما تعملون، والله خلقكم وما تعملون، إيش معنى وما تعملون أي وعملكم، فما موصولة لكنها موصول حرفي، وهذا الذي يترجح هنا.
يرجحه. نعم. قوله تعالى والأرض وما طحاها. كذلك. أيوه كذلك نفسه. أي وأقسم وأقسم بالأرض وأقسم ببسطها ليسكن الناس عليها. بدحوها وماذا؟ دحوها بسطها وإنبات الأرض بها. والأرض بعد ثم أنتم أشد خلقا من السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. والأرض بعد ذلك قلنا دحاها دحاها قلنا أخرج النبات وهذاك الدحو. وما طحا الطحو هنا هو البسط عفوا. دحوها إخراج النبات وطحاها أي بسطها. نعم. قوله تعالى ونفس وما سواها أي وأقسم بكل نفس وأقسم بخلق الله لها سوية. أي بخلق الله لها سوية. نعم. قوله تعالى قد فألهمها فجورها وتقواها أي فأفهمها من غير تعليم ما هو شر لتجتنبه وما هو خير لتأتيه. هذه النفس البشرية لا لتأتيه. الله جل وعلا فطر النفس على الخير ومحبته وكراهية الشر. النفس فيها هذا، ولهذا إذا تحولت هذه مخالفة للفطرة. هذه ماذا؟ مخالفة للفطرة. ولهذا العجب العجاب الآن يتباكون على اليهود وعلى كذا ويقالون ويقولون يعني مخالفتهم محاربتهم هو معاداة للسامية. طيب ومعاداة الفطرة لماذا لا ينتفضون لها؟ يريدون أن يرد الرجل امرأة والمرأة رجلا ويتزوج الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة. أليس هذا الجنون؟ هذا مخالفة للفطرة، مخالفة للفطرة. فكيف لا يعني ينتفضون لذلك؟ هذا مما يدل على المقاصد السيئة لهؤلاء لهؤلاء الكفر. نعم. قالوا تعالى قد أفلح من زكاها أي قد خاب قد فاز بمطلوبه من طهر نفسه بتحليتها بالفضائل وتخليتها عن الرذائل. إذن الزكاة زكاة النفوس ربي عز وجل قسمها لحلف عليه بحداش الحلف حداش القسم. الحلف على الشيء ماذا يدل في لغة العرب؟ على الشيء تعظيم الشيء. طيب وين حلف الله تعالى بأكثر من هذا؟ في كل حلف ماذا؟ لا يزيد أظن لا يزيد على كم؟ على 7. والطور كتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور. إن عذاب ربك لواقع. 5 5 والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى والضحى والليل إذا سجى والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. 4 وهكذا. فهذا أطول قسم يدل على أن تزكية النفس أمر عظيم. ولهذا لا تقدم على تزكية النفس شيئا. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمر. 5 فأكثر شيء. إذن تزكية النفس لا يعارضها شيء ولا يقدم عليها شيء بما تقتضيه الشريعة لا شك. نعم. قوله تعالى وقد خاب من دسها أي وقد خسر من دس نفسه مخفيا إياها في المعاصي والآثام. ولما والآثام دس احنا نقول هذه الكلمة دس دسها خبيها دس نفسه سفلها وجعلها مختفية في الآثام والمعاصي. يا ذنب الله. ولما ذكر الله خسران من دس نفسه وأخفاها بالمعاصي ذكر ثمود مثالا على ذلك فقال كذبت ثمود بطغواها أي كذبت ثمود نبيها صالحا بسبب مجاوزتها الحد في ارتكاب المعاصي واقتراف الآثام بالطغيان. نعم. قالوا تعالى إذ انبعث أشقاها أي حين قام أشقاهم بعد انتداب قومه لهم. يا ذنب الله. نعم. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها أي فقال لهم رسول الله صالح عليه السلام اتركوا ناقة الله وشربها في يومها فلا تعترضوا تتعرضوا لها فلا تتعرضوا لها بسوء. هنا اختصر قصة ثمود وجاءت مفصلة في سورة الأعراف وفي سورة هود أيضا
وفي الشعراء، وجعل أيضا في بعض السور أنها آية. فقال رسول الله ناقة الله، شو منصوب على ماذا؟ ناقة، شو منصوب؟ منصوب على التحذير، احذروا احذروا ناقة الله، احذروا أن تمسوها بسوء، ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب كما قال. طيب أيوة زيد. قالوا تعالى فكذبوه فعقروها، أي فكذبوا رسولهم في شأن الناقة فقتلها أشقاهم معارضاهم بما فعل، فكانوا شركاء في الإثم، فأطبق الله عليهم عذابه فأهلكهم بالساحة بسبب ذنوبهم، وسواهم في العقوبة التي أهلكهم بها بذنب فسواهم، لأنهم تعالوا اجتمعوا، وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يسمعون، قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم نقول لوليه ما شهدنا مهلكا، فهم اجتمعوا وتآمروا وأشقاهم والذي باشا، لكن سواهم الله تعالى هذا في العقوبة. نعم. قوله تعالى ولا يخاف عقبها، أي فعل الله بهم من العذاب ما أهلكهم غير خائف سبحانه من تبعاته. لا يخاف عقبها عاقبة ذلك، لأنه عز وجل هو القوي العزيز الجبار المتكبر، وهل في أحد يعترض على الله جل وعلا أو يستطيع أن يقاوم الله جل وعلا؟ فأذنوا بحرب من الله ورسوله، لا أحد يستطيع، الله تعالى يفعل ما يشاء ولا يخاف سبحانه وتعالى عاقبة ذلك. هل في أحد يستطيع أن يعارض الله ويقاتل الله؟ أعوذ بالله. ولا يخاف عقبى غير خائف سبحانه من تبعاته، لأن بيده الأمر أولا وآخرا سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا إن شاء الله. هذا يقول بعض من العلماء في معرض تسمية تقسيم السنن ذكر وقال وسنن لا يستحب المداومة عليها، وذكر من ذلك الضحى، وأتى ببعض الأدلة، أي من فعله صلى الله عليه وسلم ومن فعله، كما لا يخفى عليكم ليس بتشريع، وقوله صلى الله عليه وسلم واضح فعل يعتبر، فهذا لا يعتبر دليل لهم أو عليهم، فهمت؟ وأتى ببعض الأدلة، أي من فعله صلى الله عليه وسلم وفعله، ما هذا على كل الكلمة المسألة الضوء، الكلام هنا جاء استطرادا وليس قصدا، الكلام هنا جاء استطرادا وليس قصدا، وإلا فصلاة الضحى ابن عمر يقول هي بدعة، ليس فقط لا يستحب المداومة عليها، فأقوال صلاة الضحى كثيرة، أولا في مشروعيتها، ثانيا في وقتها، ثالثا في عددها، رابعا في المداومة عليها، مسائل فيها مسائل يعني يطول ذكرها. في بعض الطلبة جزاه الله خير كتب في ذلك موضوعا رسالة في أحكام صلاة الضحى، لكن الذي يظهر مشروعيتها واستحباب المداومة عليها، وأن أقل ذلك 2 ركعتين ويداوم عليها، وكان صلى الله عليه وسلم يفعلها، وجملة الأحاديث التي جاء فيها أنه لم يفعلها هذه مؤولة على أنه لم يره الناقل أو كان لذلك عارض أو غير ذلك. فعائشة قالت ما صلىها ولكن صليها، ذكرت استحبابها وأنها لم ترى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في حديث أخرى أنه صلىها، فإذا إنكارها يحمل على حال على وجه على وجه معين. وابن عمر رأهم قال ماذا يفعل هؤلاء؟ قال يصلون الضحى، قال أما إنها بدعة، لكن أحسن نعمة البدعة هذا. وبين قوسين بعضهم أراد أن يحسن البدعة بقول ابن عمر هذا، وجوابه من أوجه أخرى وليس هذا محلها وموضعها، لكن
كما ذكر السائل في هذا خلاف مشروعية صلاة الضحى يعني وقتها عددها وحكم المداومة عليها، وزيد أمر آخر وهو قصد فعلها في المسجد، لأن بعضهم قال ابن عمر كان في المسجد وهم يفعلون، فقال ألا إنها بدعة، أي قالوا أي قصدوا بإتيان المسجد. لكن عندنا حديث ثابت صحيح في أن الذي يتوضأ ويأتي للمسجد لفعل الضحى فإن فيه أجر عظيم أزيد من الأجر العادي، وهذا حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الأظهر، مع أن المسألة كما ذكرت فيها أخذ ورد بين الفقهاء، والرسالة هذه قد تراجعون فيها الخلاف، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.